بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلامذة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفرد أو المنزلي. إذا الشكل اليوم الأربعاء 13 ماي 2020، 19 رمضان 1441 للهجرة. نعم، إذن هذا التقويم ودعم للنص الشكل، نعم، دمشقية في المغرب. إذن لنقم تلاميذ الأعزاء، خذوا معي النص لنقم بشكله معا. دمشقية في المغرب، دمشقية في المغرب. أين توجد دمشق تلاميذ الأعزاء؟ توجد في سوريا. نعم، لن أنسى يوم استقبلنا في منزل صديقنا الذي كان يجمع عددا كبيرا من المدعوين، وفي أعماقنا شوق كبير لتبادل الأحاديث أعذبها معهم، فصافحناهم واحدا واحدا، ولاحظت لحظة شدت يدي وقابل وجهي وجهه أني واقفة أمام شيخ مهيب يخفي في إهاب طلعته البهية قلبا يفيض رحمة وحنانا. علمت أنه فقيه مرموق في فاس، وأنه سليل بيت اشتهر بالعلم والنضال. تلامذة الأعزاء، توقف عند هذا. نعم في الشكل. إذن لنقرأ. لن أنسى يوم استقبلنا في منزل صديقنا الذي كان يجمع عددا كبيرا من المدعوين، وفي أعماقنا شوق كبير لتبادل الأحاديث أعذبها معهم، فصافحناهم واحدا واحدا، ولاحظت لحظة شدت يده يدي وقابل وجهي وجهه أني واقفة أمام شيخ مهيب يخي في إهاب طلعته البهية قلبا يفيض رحمة وحنانا. علمت أنه فقيه مرموق في فاس، وأنه سليل بيت اشتهر بالعلم والنضال. ساقني حسن الطالع إلى مجاورته بعد تناول العشاء، فسألني عن دمشق وعن أحوال وطني بكثير من الاهتمام. سألته بكل بساطة: هل زرت سوريا يا سيدي؟ إن للمغاربة فيها مكانة أثيرة. أجاب: ما زرت إلا دمشق، زرتها مرتين قبل 30 عاما على وجه التحديد، وذلك في طريق يوم حججت إلى بيت الله الحرام وفي عودتي منه. نعم، سلمى الحفار. إذن القراءة والفهم.
تلامذة الأعزاء إلى أي بلد تنتمي؟ إلى أي بلد تنتمي الكاتبة؟ تنتمي الكاتبة إلى سوريا. أين دارت أحداث النص؟ دارت أحداث النص نعم في منزل صديقهم، أي في مدينة فاس. أين نزلت الكاتبة ورفاقها؟ نزلت الكاتبة ورفاقها في منزل عند منزل نعم صديقهم، في منزل نعم صديقهم. ما الذي أثار اهتمام الكاتبة؟ أثار اهتمامها الشيخ المهيب الذي يخفي في إياب طلعته البهية قلبا يفيض رحمة وحنانا. إذن بالنسبة للشكل قلنا نعم بضبط نعم إلى أن نعم النضال. مهيب عظيم القدر. إذا اتصل بسام الكلمة مهيب ما يفيد معناها، إذا مهيب عظيم القدر. جيد. إذا لون مرادف كلمات حسب سياق النص. مكان منزلة، إذا منزلة نعم التي قمنا بتلوينها. سليل ابن. ما العبارة التي تعني ضد سوء الحظ من خلال النص؟ وهي حسن الطالع. حسن الطالع، إذا حسن الطالع نعم فيه تبشير بالخير ونعم، وسوء الحظ نعم لي 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 نقول نعم السعد أو النحس. تكوين، إذا بالنسبة لسوء الحظ نعم النحس، وحسن طالع هو نقول هو إنسان نعم الفعل أو سعد الحظ. إذا تكوين حقل دلالي، انتباه. إذا لدينا الكرم، الضيافة، الحفاوة، الجود. تأليف كلمات من الحروف الصاد والقاف والدال. صدق، قصد، صدق، قصد. لاحظتم تلامذتي؟ سؤال رقم 6، املأ نعم الجدول. لدينا شخصيات نعم النص، هناك شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية. إذا نعم لدينا الصديق الكاتب نعم أو الكاتبة نعم ونعم الشيخ نعم ونعم المدعوون، لكن نعم هذه نعم الصديق والمدعوون شخصيات نعم ثانوية. ثلاثة من أحداث النص: استقبالهم في منزل الصديق، مقابلة الكاتب للشيخ، استفسار الشيخ عن دمشق. مكان وقوع أحداث النص: في منزل الصديق. نعم سؤال رقم 7، بأية مناسبة زار الشيخ دمشق؟ المناسبة هي حج بيت الله الحرام. كم سنة مضت على زيارة الشيخ دمشق؟ مرت على زيارة الشيخ لدمشق نعم 30 نعم سنة. إذا تلامذة الأعزاء بهذا نكون نعم قد أنهينا نعم تصحيح نعم التقويم نعم فيما يتعلق بالشكل والقراءة والفهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. موعدنا نعم غدا إن شاء الله لتصحيح التمارين التطبيقية المتعلقة بالنص دمشقية في المغرب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.